بشكل عام في فترة الأعياد مثل الكريسماس أو الهالوين والأعياد الأخرى، جميع المنتجات تباع بكمية أكبر بكثير من باقي الفترات بالسنة. وفي هذا الفيديو سأطلعكم على بعض النصائح التي كبار التجار تستعملها لتطوير وتكبير عدد مبيعاتهم بشكل ملحوظ في هذه الفترة. نصيحتي الأساسية في هذا الفيديو هي أن تفكروا بالمنتج كهدية. ماذا أعني كهدية؟ أي أن تحاولوا بيع أي منتج يمكن أن يكون هدية للمشترين المحتملين على الموقع. سأخبركم بعض الأمثلة لفئات منتجات يمكن أن تكون هدية مثالية للمشترين. أول فئة، فئة الألعاب، وهي من أكثر الفئات مبيعاً في فترة الأعياد. ثاني فئة هي فئة منتجات التجميل للنساء مثل الكريمات أو الصابون وما شابه ذلك. ثالثاً منتجات للرجال تختص للرجال مثل ماكينات الحلاقة وما شابه ذلك. رابعاً منتجات مختصة بالتزيين البيت أو الأشجار، فهذه المنتجات يباع منها الكثير في هذه الفترة، فترة الأعياد. خامساً منتجات كهربائية بيتية المختصة أكثر بالمطبخ مثل السكاكين وجميع الأدوات المختصة في المطبخ. سادساً منتجات بفئة الرياضة الثلجية مثل السكي، يمكنكم بيع ملابس مختصة بهذه الرياضة ولوازم أخرى. ويوجد أنواع أخرى كثيرة يمكنكم بيعها في هذه الفترة، المهم كما ذكرت أن تكون هدية ملائمة للمشترين. مهم جدا عند إعلان المنتجات أن تختاروا صور بجودة عالية جدا وبتصميم ملائم لفترة العيد. دائما عليكم التذكر الهدية يجب أن تكون بمظهر جميل، والصورة هي التي ستعطي هذا الانطباع على المنتج، فمهم أن تختاروا صور مصممة وجميلة للمنتجات التي ستعلنونها. أيضا إذا تبيعوا على موقع ebay.com أي في ebay أمريكا أنتم تبيعون، فمفضل أن تعلنوا منتجات من موردين أمريكيين مثل موقع أمازون أو وولمارت وليس من موردين صينيون ليصل المنتج بسرعة للمشترين. فهذا أنا أتحدث بخصوص التجار الذي تعمل بمجال الدروب شيبينج، فلكي تصل المنتجات بسرعة للمشترين عامل السرعة مهم جدا في هذه الفترة. أيضا طريقة أخرى لربح المال من هذه الفترة هي إضافة إمكانيات شحن، أي من 1 إلى 2، وتعريف مبلغ شحن عالي لهذه الفترة، وستلاحظوا نسبة جيدة من المشترين سيستعملوا هذه الإمكانية لأنهم يريدون المنتج بسرعة ويفضلوا دفع مبلغ أكبر مقابل ذلك. أيضا سيكون المشترين الذين سيبحثوا عن شراء منتجات في الأوقات المتأخرة قبل بدء العيد، وسيفضلوا شحن المنتجات أو إيصال المنتجات إليهم بسرعة قبل بدء العيد بالفعل. والنصيحة الأخيرة التي أريد أن أقولها هي أن تكونوا مبدعين وأن تفكروا خارج الصندوق. التميز والإبداع في هذه الفترة سينتج لكم أرباح كبيرة. فكروا كيف يمكنكم جذب المشترين لصفحات مبيعاتكم. فكروا بالمنتجات التي ستعلنونها. حاولوا التواصل مع موردين في أمريكا والاتفاق معهم وسترو نتائج مذهلة. وأخيرا أتمنى لكم عمل ممتع والكثير من المبيعات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، وسأراكم في فيديو آخر.